شغال واحيانا معطل وينك ابن الحلال جاكم سنان بشحم ولحمه لشتيت مشوار سجل رقمه ابشر ابشر وينك لنا فترة ما نشوفك والله موجود يا ابن الحلال وين نروح في المحطة هنا ايه متعرقلين من يوم ضاع الجواز متى قدام شهر يمكن كم يعبي لك يا ابن الحلال من 28 ل 29 عطها 30 تستاهل بس متفقين الله يرضى عليك وش اللي متفقين شوي بنزين حبي حبي 10 لتر وشو؟ حبي 10 لتر توك قايل لي 28 29 30 ما كلمتك أجل مين مكلمني الموتر؟ الله يرضى عليك كنت أكلم جوال كلم الجوال؟ إيه ترى ما تمشي علينا الحركات ذي معروفة إيه سوقها على غيرنا يا ابن الحلال انا معبي 30 لتر الحين تدفع ما عندي الا حق 10 لتر انا قلت لك تعبي 10 لتر بتدفع بتنقع الفلوس عم ناصر ايوه تعال تعال شوف الرجال ذا عبينا له 30 لتر ويبغى يحاسب 10 لتر وين صارت ذي اهلا اهلا ابو علي ايوه كيف حالك الله كيف حالك ايش حصل الرجال ذا معبي له 30 لتر والحين يقول ما في الا حساب 10 لتر نزلت قلت له عبي 10 لتر الرجال انت قايل لي 30 29 10 لتر قلت لك قلت لك خلاص 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 حصل حصل خير حصل خير الحين ادي له حق ال 10 ومره ثانيه لما تمر ادي حق ال 20 يلا خير ان شاء الله حصل سوء فهم الله معاك يلا اشوف لك عمال سوا سوا هذا ابو راشد المقعي مقعي انت الحين اطقك بذا انا عاد الفخرك لو ما تضعفر الملعن فوق راسك امشي يا رجال انت السياره ذي لا فقع ام خلاص اعصابك 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 خلاص عاشو المقعي الله ما المقعي الا انت يا عم ناصر انا اخذ رهن مصيره بيرجع بيرجع
هلا. لو سمحت يا طيب. اه هلا. اشي بترول. ابشر ابشر. الحين تكلمني انا. هم انا اكلمك انت امو. ما تكلم الجوال. وبينك ولك عبالي اشي الليت السريع. ابشر. يا طيب. هلا. وانا غرف للايجار. ايه ذي استراحة يا ابن الحلال، وعندك غرف زينة وعندك مغسلة وعندك بوفيه. يلا خير. السلام عليكم، كيف حالك يا فنان الغالي؟ طبعا انا حصلت مكان حلو شغله يعجبك تمام، وبنزل استاجر غرفة ها وبنتظرك. يلا مع السلامة. سريع بس. يلا يا عمنا. ها كمال جاهز. يلا انا بروح اجنب السيارة وبنزل احاسبك. صف جاهز. هناك. يلا تمام قدام. ما لي رجع لي قدام قدام يا ابن الحلال. آه تمام. يا عمي تعال بس و... تمام ايه شوف هيبقى فين يعني عم ناصر هناك احمد ايه ده شوف اللي شوفه. اه مين ده؟ فنان. فنان منين عرفت اللي هو فنان؟ كيف منين عرفت يا ابو حمود؟ واحد يعني واحد ماسك عود يقعد يسبك ولا ايش؟ براشي. ايه هو مين ده؟ تعرفني انا زبون يا اخي. ما دربوا راشد. يا هلا يا هلا بالطش والكعك المطرطش. شناجيري ويضاك معاكم انا يا فنان. غني لنا اغنيه وش وقتك. اهلا اهلا يا فنان. اصبر يا عم شويه يا عم، الراجل لسه جاي من سفر وعايز يرتاح شويه. كنت في غرفه انا موجود يا باشا. كله موجود. انت تمر كل طلباتك مجابه يا باشا. اه والله في غرف كتير قوي هنا. غرفه مش لحالي انا. انا عارف انت في غرفه لك وغرفه للعود ولو تشتي غرفه مع بعض وكل شيء موجود. اسمع ايوه يا باشا كمان افهم بس لو انت عاوز برضه نعمل لك حاجه. ما دون ما دون ونعمل العود مصاري. انت عم تشتري فنان كبير. اهلا بك يا فنان نورتنا. نورت الفندق كله والله. الله يخليك. بس اسمع ناصر. او فنان بس متواضع متواضع ولا فنان كأمانة. سمعنا اغنيه سمعنا اغنيه. سمعنا ناصر. شو وقته يا ناشر؟ بنحجز لك غرفه اف بي اي ونخصم لك يعني 50% خصم. اوبس اوبس ده حبك كده. 50% اول مره عم ناصر يعملها ولو جلد. كيف عمل عم ناصر؟ انا ايش اقول 5% اقرا هذا الكلمه. لا تحرقنيش لا تحرجونيش بس اسمعوني افهمكم حاجه. الفنان اصلا الفنان عندنا فوق عيوننا وروسنا وغداك وصبح وعشاء كله على حساب محمود. ايه على حسابك يا محمود الغدا والصبح. اه اصل انت شكلك خاسس كده فانا هخزيك اليومين اللي جايين دول على حساب يا عم. خلاص خلاص ما في مشكله. ما في احنا يعني الفنان يرتاح عندنا ومعنا يعني الغرف حق المشهور ما بيجوا لها هنا هذا الفندق. الله يحفظك الله يحفظك. بس الشيء مش مو سمعنا اغنيه يد الحلال. لا تحرجش لا تحرجش الرجل. خلي الرجل يدخل يرتاح. يلا دخلوا داخل. يلا مش عقلك. يلا ساعدوا. لا انا مش سيبوا. ايش تقول؟ تعال ارتاح. يلا يلا الله يوفقكم. يلا ما شاء الله ما شاء الله. لو انا فنان انا رجع اقسم بالله. وانا اقول لهم يحترموا الفنانين وهم يفتخروا. بس كيف اسوي الان؟ كيف اسوي؟ تعرف شخني ولا اعرف حاجه. والله مثل ما تصل الفنان حق هذا اهرمني. الو السلام عليكم. انا بالمكان الذي قلت لك عليه في المحطه اللي بعد المنفذ. ايوه اسمعني صل على النبي. وقعت لي مشكله صغيره تمام. يحسبون انا الفنان سريع يا من خارجني. انا بدمك خارجني. انا بدمك والله انا ود تقول وشوني غني وانا ما اعرف شو غني. رازم بواحد رازم شيني غني وانا والله ما اعرف. سري خارجني يا ملا سري. وبعدين وقع خصم 50%. وشو ياكلوني وشو يشربوني؟
وانا ما انا فنان خارجني يا ملا خارجني تقدر تجي بسرعه لا تتاخرش. يلا 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 ان شاء الله تصير بالسلامه. يلا خصومات واكل وشرب بلاش مرافق فنان والله اني عاده كثير عليه. محمود ابو راشد اليوم بيكون يوم انس. ليه؟ كم لي اليوم بنسمع على ضوء القمر والفنان يغني لنا ويعزف لنا. لا والله ده يبقى يوم انبساط الانبساط وانس الانس. ايه صادق ترى ودنا نخرج شوي من الخنقه دي بس عسى هذا الفنان يعرف الفن الخليجي. مالك يا ابو راشد هذا فنان يغني لك كل حاجه اي شيء يغني كل لك شي. كل شيء ما شاء الله. يعني بيغني مهرجانات؟ ما هي المهرجانات هذا اللي هو بتاع اديك في السقف اتمحر اديك في الجركن تركن. اي هذه يعني؟ مصر يعني. مصري مصري انا اغني لك انا والله. غني يا عم محمود كان رايح عمره ضاع الجواز والشنطة وانتظر في المحطة تورد أكبر ورضا. يا ملك كيف؟ بسم الله ما شاء الله عليك يعني حاجة تقرف. الله يخليك ما تغنيش تاني. شوفوا اللي يشجع المواهب رحمك الله. من نبدأ الآن؟ أنا تعلمت ولا هذه الورطة أمانة. ما تعال فنان نفتح. حي الله الفنان كيف حالك؟ الله يحييك. جبت لك المناش عشان تشتي تغسل. سلام. وانت جاي من سفر لو تشتي اخرجك المغسله اغسلك ومحطك واخليك اياها مثل اللمعه على حساب ابو راشد ولا ما تدير. اسمعني اسمعني صلى على النبي. انا ما انا سياره لما تجي تغسلني. كم سياره انت افضل من السياره انت فنان فنان مالك انت هذا ما هو السياره انت. شكرا 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 شكرا. يعني ولو مقطع صغير للفنان الفنانه فيروز حق خطر غصن القنع ولو غصن واحد يا فنان. اسمعني اسمعني انا حاسس لما انت اللي تفهمني تمام. انا دائما افهم الفنان. ايوه تفهمني الله وبركاته. اسمعني الفنان الحقيقي هو الفنان. انا داري الفنان الحقيقي يا فنان ما يغني باب الباب باب الغرفة. قال انا مستعجل مستعجل خلاص الان انت تغسل وتهندم ويعني ولبس لك حاجة حالية عشان السمرة يصوروك في السمرة. سمرة ايه سمرة انا بتمك ايه سمرة. طب ايه سمرة السمرة اللي نعمل الليلة السمرة اللي الناس جو من كل مكان اول مرة يجي فنان لهان. ليش اهيو ناس كثير؟ اللي في المنطقة هانا دعيناهم عشان قلنا معنا فنان. وغني. تغني وتسمر وتسمع صوتك الحالي ما شاء الله. ما شاء الله. يلا تغسل وتنظف وانا اجي لك وقت السمرة تمام؟ يلا مع السلامة. يا فينو عامل ايه؟ عامل ايه فينو؟ اخبارك ايه؟ مش كده يا استاذ فجعت انا الله يحفظك. انا قلت اجي اشوفك عايز تاكل حاجه تشرب حاجه اجيب لك شاي قهوه كركريه جنزبيل كراويه اي حاجه. مشيش مشي سلام مشيش مشيش اشتي ارتاح. اصل انا شايفك هفتان كده يا فينو فقلت ارم عظمك باي حاجه. انت عايز حقن لحمه وحقن فته عشان ارم عظمك. مشيش. بقول لك يا فينو ما تغني لي حاجه كده لام كلثوم اللي هي مثلا اغنيه اختياراتي مغيره حياتي. هذا مش اختياري لو سمحت لو سمحت. حاضر حاضر حاضر. طب بقول لك ايه انا صوتي حلو قوي في انه ممكن تاخدني معاك حتى لو في الكورال اللي وراك اللي هو بيغني ده اسمعني. يلا غني غني غني. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. خليني ارتاح. طب كمل بس كمل كمل بس. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلة الجن يا ليلة الجن. طب اغير لك اغير لك بص. يا عيني يا عيني انك توجعك يا عيني انك توجعك. يلا لو سمحت. لا يلا لو سمحت. يعني انا كده تمام؟ تمام بقيت فنان؟ تمام مية والله؟ والله نعم. ربنا يخليك يا استاذ. الله يحفظك. ربنا يخليك. سيبك ترتاح بقى. أيوة. لو عوزت اي حاجه قول لمحمود بس ماشي اي حاجه. اسلام. الله يبارك. يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. خلي بالك البحة دي رباني اول ماي. يا ليلي حبي اللي انت جاي تقول عليه
انت عارف ما بلا معنى الحب ايه لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه حب ايه 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 ايش الصوت هي ايش قد معانك سمج لي انا مرتاح الله يريح عليك يا اخي معانا فنان اليوم عندنا فنان ورجع لي شبابي وذكرني بايام الغناء وايام الفن وايام الزمن الجميل الله يرحمه الوالد كان يقول انت موهبه تستحق التشجيع تستحق الدفن كيف الله يرحم ابوك الله يرحمه يعني انت مش مؤمنه بحق المواهب والقدرات العاليه اني بالعكس مؤمنه بقضاء الله وقدره بس انت فين والحب فين ظلموني دايما معاشو انت لو حبت يومين كان هاك سمك ملاك يا حسد اول مرة اشوف قلاب يغني خذ يا ناشف انت الشاي الفنان شاي الفنان احلى شاي بالنعناع حبيبي شارب شاهي بنعناع وانا شاهي يحمر شرابوني احلى شاي للفنان حقنا يا من قلتك لك في الشاي انا شربت انا ولا انت اصلا انا يا فنان انا يعني خايف عليك خايف لا تتسمم خايف الشاي يكون مسموم لك انا بنشرب انا الاول يعني لو قعسم اتسمم انا ولا انت يا فنان شكرا شكرا امنا يا فنان نفسي تسمعني اغنيه للرغبه علام الاغنيه اللي قال فيها بحبك يا حمار ناصرنا الرغب بعد ما غنيش انا ما ابدا ما غنيش انا خالص ليه ده رغب جميل قوي وبعدين حنين حنين اجيب لك حاجه تاكلها طيب سلام سلام ولا شيء يا فنان يا محمود مالك انت الفنان المشو مثل ما انت ما شاء الله اوكل اوكل الفنانين يهتموا باجسامهم شوف ما شاء الله يعني عامل رجيمها ما شاء الله رجيم ده انت ناس تقول له اللي هو بيروح جيم ده فاضل له 3 كيلو ويختفي اصلا انت بتحب تستمتع بالطبيعه وكده صح ين طبيعه يا محمود ين طبيعه يستمتع لك في الصحراء ما من طبيعه الله يقلعها طبيعه ايوه بتتامل في الصحراء يلا هلا هلا من فنان ما شاء الله ترى عرفتك على نفسي انا الشعر ابو راشد حياك الله حياك الله هذا الشعر ابو راشد مع الشعر ابو راشد ما احنا في الكلمات يعني ما شاء الله يكتب من 100 بيت 300 بيت 400 بيت شوف انت بتشيل قد ايه هو هيكتب لك اللي انت عايزه يعني الحين تبي اكتب لك ديوان قصيدة اللي تبي بس عندي طلب صغير مو هو سمعنا صوتك يا ابن الحلال اصلا وش هو اسمعني اسمه انا إيه انا اسمعك وقت 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 صلاه ها ايوه وقت صلاه لسه ما اذن يعني وقت صلاه وش نصلي ونذكر الله ونعمل كل شيء بعدين يحلها الله خلاص يا ابو راشد خلاص سمعنا تواشيح التواشي بعد الصلاة بعد الصلاة يكون أحسن طيب ربع قرآن قبل الصلاة ربع قرآن ما هو مش أصلا مش أي شيء من الحلال سمعنا صوتك حبيب حكمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام مرحبا هلا سنان هلا سنان ما عرفناك الفنان ذا فنان أنت الفنان يا مرحبا اهلا وسهلا سمعنا صوتك ابدي قلبك جي على الغير احنا غني سمعنا صوتك بس انا مسرح حدت بس بغني بس اسمه مو بس بس هذا الحين غني بس غني حلقي وجعني وشيلو مسموه حلقي وجعوا يا محمود زنجبيل لو بزنجبيل جنزبيل لحظة واحدة واحلى جنزبيل للفنان اهو مسرح ايه رأيك؟ زنجبيل يا فنان زنجبيل يلا ما الحين ايش ابو غني لنا غني سمعنا انا غني عذر نق العود ابن الحلال مال الريال لابو مسمو لابو ماتش تضحك ما في نفسك اخر طلب خلاص يا جماعه اخر طلب اي واحد يعدمه ما تغني اي واحد يعدمه قبل الاعدام يضرب اخر طلب ما هو لابو عسل يصلح الطبقات عاوز عسل لحظه واحده وادي العسل العسل ملك الغابه يلا دحين كل حاجه عندك الزنجبيل والعسل يا فنان بس راح اجيب هذا ايوه يلا قول بقى اشرب سمعنا اسمعوني اخر 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 طلب يا جماعه خلاص اخر طلب دور اعدام النهائي شكله خشوط قدم داري ان انا ضروري اغني وصوتي حلو اذا لابوه اسمه لابوه حليب جمال حليب جمال؟ ودوات رضعة؟ ايوه جيب لنا الحليب دوات رضعة يا فنان خلاص يا فنان خلاص يا فنان خلاص
وش الغنية هذه اللي محتاجة سوبر ماركت ما شاء الله؟ بس حاجة مسرها كل حاجة عندك مثلا العسل الحليب اللبن والزنجبيل من هنا من الماس الحسن ما في عذر. اسمعني دق العود انا بتمر اسمعني وش فيه؟ انا لا تخوفني صايب تمام اكمل افطر لا الله صايم خلاص والشاي اللي شربته متى شرب والله ما شرب لا ده نشر اللي شربته انا شربته خلاص يا جدعان احنا كده كده سهرانين ماشي يعني عايزك بالليل بقى كده على السحور يبقى انس ونعناش يا سلام توقع سمره للصبح بالظبط زي ما قال في الليل في الليل يعني تسور الغرفه حقك وانا اجهز لك الفطور وادي لك الفطور وادي لك كل حاجه تمام تمام يلا تمام ودعي لنا ها والعشاء على حساب سيب الحاجه سيب الحاجه ادي لك كل شيء اللي عندك العشاء على حساب محمود لا انا وعم شرشبيل ده يحسبنا يا محمود الفنان المفروض تضحي من اجل الفن والفنانين لا الفنان المفروض يرفع العشاء وتبسى زيه كده ليا انا على جنب يعني ما عندك تضحيه اعمل معروف اعمل معروف عشاني انا عشانك ماشي بس لما تبيع له القصيده تديني فلوس خلاص ماشي انا هجيب له عشاء الو ما لك اتاخر يا منع سريع تعال سريع خارجنا من الناس النسون يغني وقدق عارف لنا ما أعرف يغني ولا حاجة يا منع سريع سريع خارجني وحظة تضحك يا فنان وتضحك والله نرقم لك العود وهرب خير طلع لك جيب سرعة سريع سريع وش رايك يا عم ناصر بالتجهيزات حلو حلو بس خسرتني وشو محمود هذا محمود لا لا مش انا هندستي بس لكن هو اللي قال لي اعمل كل ده على حساب عم ناصر زلزال يا عم ناصر بعد السمران ناجرها قاعد افرح قاعد رجلي هذا الساعة يا ليلى وين الفنان؟ الفنان قاعد وداخل يعني يوزن الاوتار حقه وقت مو وقت خلوه يوزن براحة انا اغني لكم لو مي جاي يا ابن الحلال ترى الليل قصير روح ناديه ضروري انا اروح يعني اخاف من قوم يا عمي عشان ما يجيش ماشي يا عم يجي من الصين منين من هنا هنا عسير من هنا ما يخيرها تمام وفنا وفنا وانت كنت عازف على مصر انا كنت عازف على الجرح انا عازف اللي انا سألتك انا عازف حركاتك ان شاء الله تنجح الخطة ما معي الا حل الا هذه ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا فنا يا فنا الناس منتظرين خارج شكل الفنان رقد فنا هناك يا فنان الناس منتظرين خارج ايش في خلي ايش في الناس منتظرين خارج ما لا خليني انا كنت شي فكر رقد بدري يا فنان لا تكبر علينا ما ابو فنان يرقد بدري هي ام نخضه ما لا سبق وانا الحقك سبق الحق وانا الحق ما بيجي سبق وانا الحق والله ما تمشي لنا معي من الفنان طب من الفنان انت الفنان مالك انت هكذا انا اسمعني ها مجدي في سماعه ركب على بلوتوث معنى السماعه تركب يعني تشتغل على البلوتوث على الطاقه الشمسيه على البحر على الماء على الزيت على كل حاجه ما يهمك هي اللي مشيت ملل والعودين ولا يا فنان ملل هي قطب يا فنان يا فنان الناس منتظرين خارج خلنا وزن العود وزن العود وزن العود لا عاد توزن كده 7 كيلو علشان الطبقات من الطماطات خلنا تمام طبقات هذا اشياء خليني سم اشوف انا بشتري منع ايه دق العود يا منع امك تملت بجاج واسد تفجعني دق العود تخربن علي اغاني يا يلا ما نمشي من التلفون الكلمات يلا طيب ايه كلمات يلا من هنا يلا من هنا يلا انا اقطف هي اني لا انا حرام اقوم خلاص ما تسمعنا سمعت الرعد ما لا تمام انقز ما لا فجعتوني يلا بسم الله ده المسكه الغريبه للعود دي خلوا انا حركات الفنان هناك اللي بدي يغني الان خلاص ايوه خلاص الان يبدا الصوت حلف نقولك انا زعل عسيب انا بتدقر في العود بتدقر اقطف هي
الله. التليفون اتصلوا لك، جاوب التليفون، رد على الجوال، رد على الجوال. لحظة لحظة الحين هذا الجني من داخل، الجني من داخل، من داخل الجني. ما هو هذا؟ ماذا بتصل لك؟ الفنان. انت كنت بتشتغل؟ ولا ما لا اسمعوني انا الفنان انت كنت مان؟ ما انا جالس افهمكم من اول، افهمكم بقول ان انا مش وانا الفنان. ها الفنان مش الفنان. امال مين الفنان؟ يا محمود علي من هذا حقك وشربك من الصبح على السير. انا جالس افهمكم من الصبح. لا انتم ما جامنا. ها تكس العود. ها الفنان. ها وعيدة. ها محمود خرجوا خرجوا الجني، هذا ما هو الفنان. الفنان وصل. يلا حيه. شو اخبارك بخير؟ حبيبي والله. يا رسال فيك والله، كيف حالك؟ عساك بخير. الشباب منتظرين يسمعوا صوت الاستاذ محمد. يا مرحبا، نورت المحطه ونورت. يا حياك يا استاذ. حياكم الله. الله يحييك، الله يحييك. يا فنان. الله يحييك، يعطيك العافيه. هذا الفن الاسود، سمعوا الان الفن على فن. الله يسلمكم والله. ايوه احسن من البورس اللي كان قاعد هنا من شويه. اشتغلنا وشربته لبن جمال وجنزبيل وشاي وكل ده على حسابي والله. خلاص يا محمود. ماشي. خلاص يا محمود خلينا نسمع الاستاذ. نورتنا والله. سمعنا حاجه الويجز كده. عيوني. اه حبيبي لا حبيبي. لا يهمك لا يهمك. ايوه دورك جاي، دورك جاي عارفها؟ حلو قوي. اه والله. الله يسلمك. ارتدى يا شبيبة الجمال. بسم الله. ارتدى يلا. يلا بسم الله نسمع. بسم الله.
مكانك يا ليل ليك اسرار معلومك علوم وفتحت للمشتاق رقمك كم شباب والعفو ان شاء الله متلاقيين ان شاء الله على خير واسين ان قصرنا او شيء كل ده لبن